بس يا سيدي هو ده الموضوع كله. قولي اعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. بصي يا مدام ساميه، عشان نسترد الولد ده ويرجع تاني تحت وصايتك، لازم اول حاجه نثبت ان جدته غير قادره على رعايته، كمان لازم نثبت ان خاله غير مؤهل للوصايه عليه نتيجه سلوكه المنحرف، وكمان ان البيئه اللي عايش فيها الولد غير ملائمه لسنه. هو طبعا ده انت لو شفت خاله مش هتصدق، اولا مدمن مخدرات وبعدين بلطجي. كويس كويس قوي الكلام اللي انت بتقوليه ده، هيفيدنا كتير في القضيه. طيب قول لي اعمل ايه بقى؟ ايه المطلوب مني؟ مش مطلوب منك اي حاجه غير انك تعملي لي توكيل وتجيبي لي شهاده وفاه ابراهيم اخوكي وشهاده ميلاد الولد، هيفضل شويه اوراق كده هطلبهم منك في حينه. مش مشكله، بص انا محضره لك شويه اوراق شوفها كده. طب كويس، دي شهاده ميلاد الولد وده اعلام الوراثه. كويس جدا، بس انا مش عايزك تقلقي، انا واقف جنبك ومش هسيبك ابدا. لا انا مش قلقانه طول ما انت جنبي. ميرسي قوي يا محي.